تمام حلم ضارب وجهك وجهك أمنا الحال يا أخوي تختار عمشي المهم شو ما خلوا عندكم كاميرا فشكم جايين تصوروا راسكم جايين خوتي دابا انا غنمشي حيت حاط الكاميرا في انستا اليوم مدرقين ومنشوف كما كتشوفوا ندخل عند خويا دري راكم عارفين المهم خلونا نبداو خوتي راه تهلاو ليا في راسكم كان امين كلمينا اختي امين كان ممكن ما كاينش اخويا شكون بغاك
كلمين امين بغينا امين. امين اختي يلاه شفنا كلمين امين. ما كاينش اخويا امين. لا ما كاينش اخويا ما نقدرش نحل الباب كاينه انا بوحدي. الا عندك اخويا انت شي ورقه باش تحل صحه تقول لي امين. اخويا واخا بوليس ما عندك حتى شي ورقه باش تجي تدخل عليا انا للدار وانا دير ليا. ما كاينش اخويا امين. ما كاينش اخويا. ما كاينش اخويا كون كان كون قلتها لي. ما كاينش ما كاينش. هذا واحد المشكل غادي نحلوه بكل بساطه ما تخافيش. ما كاينش واش انا نقول لك كون كان امين كون قلت لك دخل. خويا عافاك مريضه كنت راه تقول لي مشكل ولا شي حاجه معها ما كاينش امين. خويا ما درت والو اخويا انا ما درت والو اجي اخويا ماما ما يكرم اكرم الكاميرا خافيه كنضحك معاك ما عندي ما ندير امين صافي كنضحك معاك كانت فينا بزاف كانت فينا بزاف خلاص الدريه لا عشنا هو لعبنا الدور كيف ما هو تفضل على السي امين اللي تو ما بين الدريه كتشوف كيف صح جاب لك صور صور شوف صافي اختي صافي ما عندنا امين مسكين لقيتي أبغى أشوف بكرة شو عندك؟ أنا ثانية. ما عاد مني ما تعيش معي ما عاد قاعد لي ما عاد مني. ثانية أبين ثانية ما عاد مني. هم خوش يبردوا شوية ورجعوا ليكم. اجي جيبوا لنا شرايب اخويا اوه من ويش كنت تشوف او من الضحك مسكين والله تقعد فيه والله صافي هكاك خليتي معي بحال هكا انا بعد مني اجي جعل اختي اجي جعل اختي اخويا اجي غير ما اختكش اخويا سير اخويا بعد مني مش عارف منين كنضحك ما تضحكش معايا انا بهذا الشيء ما تضحكش معايا ما ديرش لي داكشي ديالك ديال اليوتيوب انا ديروا لي انا تما مدني بيه اش عطاك واش كريم اخويا عطاك واش كريم اش نقولش كريم من بعد مني والله انت ضحكت معايا عزيز علي عزيز الله لا سمحي لنا سمحي لنا والله شكرا عليكم والله لا بديتك كتغوت انا قلت صافي تأمل والله شي نافع حيد مش مسنيش بعد مني سبت بعد مني كدي قد راسك وحق الله اش كيقول لي انت قرر 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 وجا 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 صافي شلي صافي صافي هاني كنت من امين صافي حنا شكرا تردت فعل ديالك كنت غاصبت امك للحبس يا 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 كنت غاصبت امك للحبس
هاد المرة غندير بك انا واخا جي ندبيني ليا وانت غتشوف يا اخو تشري شري سالة هاد المرة تسناو مني انا غادي نديرها ليك ان شاء الله قول لهم شري سالة الناس كيتفرجوا شي ليديكاس شافوا كلشي اخويا اش نقول لك هاد الدري قهرنا لا اله الا الله قسما بالله العظيم الا قهرنا وهكاك ريسبكت خوتي شكرا لكم على الفرجه والانتعاش في الفيديو كيعجبكم ما تنساوش بارطاجيو لايك سبسكرايب خوتي شكرا لكم فراسكم دابا خوتي ماما ضحك مع خوتي هذه الاخت ديالي ضحك معها شكرا لك اختي اكرام وميرسي بزاف اختي حيت درتها بيك وخرجتها منك الحمد لله شكرا اختي كنت كنقول غتسيطري للحبس الساعه اختي بكات عليا يعني الاخت شي حاجه زوينه بزاف كنت صحابك دير ليا كنصيفطك للحبس والله اختي شاروا لي فراسكم من الفيديو كيعجبكم شاروا لي فراسكم و ما تنساوش تدخلوا الانستغرام ديال ماد والانستغرام ديال خونا هذا الفراشه والودادي و شي عندك شي انستغرام انا اكرام فيناني والانستغرام ديال خوادريه حتى هي اخوتي تيك توك انستغرام تلقاوه ديال خوادريه حتى هو يلا تشراو ليا فراسكم اخوتي و إلبه شكرا